ثالث بلاتو أقول من هذا المباشر، لكم أن تتابعوا ونعود بعد قليل. أياد فتحة من بين المشاركات في الصالون الوطني لتشغيل سلام 2012، حلمها تأسيس مؤسسة مصغرة لتعليم السمع البصري، فكان لها ذلك عند التحاقها بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. أنا قريت إلكترونيك، قريت درت الجامعة إيتو، كي خرجت من الجامعة كنت نحب التصوير إيتو، وكي خلصت الجامعة رحت درت مدرسات في التصوير إيتو، هما يديروا دائما بوابة مفتوحة على لي زاكتيفيتي تاعهم إيتو، إي جينيرالمون يديروهم دون دي دي بارتو ميزون جون. انا شفت كانت لافيش محطوطه تاع قرض تاع القروض المصغره للبوغ تاع البطاله للعاطلين ايتو، بون ميم ما كنتش في هذا لو كا، مي سيتي كيلك شوز حاجه اللي جات قيس البروجي تاعي. كي لحقت عندهم سبت عندهم في لي بيرو تاعهم ايتو، عندهم دي زاجون ايتو، فهموا لي واش لازم، هما عندهم دي زامبريمي ايتو، بعد يفهموا لك ها واش لازم لك بور لي ديبلومي، ها واش لازم لاكتيفيتي اللي قلك دي زاتيستاسيون اللي قلك دي ديبلومي ايتو. انا لافونتاج سي كان عندي لي ديبلوم كانوا عندي ايتو، دونك جاتني حاجه سهله كيما يقولوا مغامره سورتو، باسكو كي تقولي ندير بروجي سلفي دراهم سلف دونك تقولي اسكو ندخلهم اسكو لا اسكو كاين الناس يجوا يقراو ايتو، كيما يقولوا كانت مغامره سيمباتيك باسكو على فا الناس بدات تجي عجبتهم باسكو لا فورماسيون عجبتهم دونك جاو. مازال ما حققتش كلش دوكا كيما يقولوا لا بروشين ايتاب اللي لازم دوكا، حنا بدينا مدرسه عندها لا ستركتور تاعها مازال تزيد تكبر ايتو، لو بوت سي لو نون c'est-à-dire créer le nom. Il y a un nom qui est un nom qui est un nom qui est un nom qui est un cinéma ou là le fait لحقوا ان بيت كم ساعه لا هذاك النهار نقول كي يكون عندي اسم ويقولوا مدرسه يعني الناس تقول نروح نقرا بشان بقيمه وعندها ريبوتاسيون، هذاك النهار نقول لا ريوسيت. تحقق حلم فتحه في تأسيس مدرسة لتعليم السمع البصري بولاية تيزي وزو، فيا ترى هل لديها طموح أخرى تسعى لتحقيقها مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر؟ شكرا لك أمل عمريوي، وللإجابة عن سؤالك هي طبعا من بين أهدافها أنها تصنع اسم في مجال السمع البصري. أولا صباح الخير سيدة أياد فتحة صاحبة مشروع، ومشروع جميل جدا مدرسة تعليم السمع البصري. نرحب فقط بسيد أيضا حفيظ بن بابوش وهو مكلف بالإعلام والاتصال لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. أهلا بكم سيدتي، مشاركات دولية وجوائز عديدة من ضمنها طبعا جائزة في ضمن مهرجان الفيلم الأمازيغي، وأيضا جائزة والمشاركة أقول بأكادير المغربية ضمن مهرجان الفيلم، وعديد المشاركات، مشاركة أيضا دولية في برشلونة وعديد. أحكي لي منذ بداية المسيرة إلى وين راكي لاحقة الآن؟ شكرا. في الأول كان باش نقولوا باش نحلوا مدرسة لتعليم سمعي بصري لازم ما نجوش نحلوها كيما مشروع هكذايا نبيع ونشري ولا، دونك باش تحلي مشروع هكذا لازم تكوني في الميدان، تكوني في لا سبيسياليتي. اولا احنا اللي نخدموا في هذه المدرسه اللي تاسست هذه المره، احنا عندنا خبرات، عندنا دي ديبلوم، عندنا الكترونيك في التصوير، في التصوير الفيديو لا فوتوغرافي، دونك كيما يقولوا مدرسه كيما هذه سي ان ابوتيسمون، هو وصلنا لحاجه نلحقوا. دونك هذه المدرسه بدينا نحلوها بعد خبره،
الميدان هذا هو ميدان واسع، ميدان كيما نقولوا سان كرينو بيان بورتور اوسي، ما كاش بزاف الناس تعلم التصوير وتمد التقنيات، باسكو هذا هو الاهم، سي كنوصلوا تقنيات السمعيه البصريه للمتربصين اللي يجوا لعندنا. دونك المدرسه هذه جات باش تتخصص في هذا الميدان، خاصة وانه كما قلتي الممارسة قليلة نوعا ما في هذا المجال. الممارسة ماشي برك قليلة، كما يقولوا ميم لا دوكيومونتاسيون ما كاش بزاف. المدارس كاينه، كاين مدارس لكن عندها شروط كبيرة ربما، كاين اللي عندها شروط، كاين اللي لازم لها ان كونكور، كاين اللي لازم لها مدة طويلة، كاين اللي ما عندوش الوقت، كاين اللي يسكن بعيد، كاين اللي ما يقدرش ما يلحقش ما يجيبش الكونكور، ما عندوش النيفو، ما عندوش تأهيل باش المستوى باش يدخل، بصح يحب فن التصوير، يحب يولي كما يقولوا رياليزاتور. كي يجيك واحد يقول لك انا حبيت نتعلم شنو لي رياليزاتور، تقولوا لازم تقرا، يقول لك ما نحبش لا تيوري. نو، لا تيوري سي امبورطون، باش تولي كبير لازم تبدا يا دي تكنيك يا المخرج المتالق تاعنا عمار يقول لك انه نعطيوك درس بعد قليل اذا ممكن، اللي حب يجي يتعلم هنا فاهلا وسهلا به. وكما قلتي مثل انت تقومي بكل التسهيلات في هذا المجال، مثل ما تلقيتي تسهيل ايضا من طرف الوكاله الوطنيه لتسيير القرض المصغر. ولو ايش رايك سي حفيظ بن بابوش؟ صباح الخير اختي كريمه، صباح الخير لكل المشاهدين. بطبيعه الحال احنا نفرحوا كي نشوفوا مشاريع هكا ناجحه على مستوى ناس استفادوا من القرض نتاعنا نتاع الوكاله الوطنيه اللي تسير القرض المصغر. نفرحوا كثير، خاصه وانه هاد المستفيدين كالاخت اياد، الوكاله نتاعنا اللي تسير القرض المصغر عقدت اتفاقيه مع المدرسه نتاعها، وين استفاد 53 اطار على مستوى الوكاله الوطنيه لتسيير القرض المصغر. استفادوا من دوره تكوينيه في التصوير. شيء جميل جدا. يعني انا نفهم انه من قبل الهيئه المؤطره او الداعمه، والطرف المستفيد فيه دعم، فيه متابعه، فيه ربما شجيع. نصائح، ارشاد، تشجيع. في النهايه كيفاش لقيتي المعامله نتاعهم في البدايه؟ كيفاش الحلم اللي كان مرسوم في الخيال صار مجسد في الواقع؟ في الاول احنا كي بديت المشروع وبدا، باسكو كي بدا يفو دابور بريباري دي بروغرام، باسكو احنا تابعين لا دي اف بي لا فورماسيون بروفيسيونيل. دونك احنا كان لازم لنا ان اغريمون، باش نجيبوا لاغريمون لازم لنا ماتيريال، باسكو لازم كاميرات، لازم الات التصوير، لازم اجهزه، بزاف اجهزه، فوالا شيء تطبيقي. احنا كان جبنا بدينا المشروع، مي ما كملناش لارجون كون افي، ما لحقناش حتى اخر المشروع، باسكو فيه بوكو دانفستيسمون. يعني كنا نحوسوا، الدعم اللي تلقيتوه من الوكاله ما كانش يكفي؟ لا لا، راني لاحقه لتما، احنا بدينا بصح كان عندنا مشكله ما قدرناش نكملوا المشروع. نعم. ومن بعد حوسنا منين نروحوا نجيبوا، احنا ديجا ما عندناش دي غارونتي. نعم. دونك ما اوني با سولفابل. في يوم هكذاك قالوا لنا فوالا كاين ابواب مفتوحه على قروض اي تو، كي دزنا صبنا الوكاله تاعهم، كي شفنا العرض اللي عطاوه لنا، هذاك واش كان خاصنا. دونك رحنا كي شفناهم ايتو، قلنا لهم هاوليك المشروع واجد بصح ما نقدروش نكملوه، احنا نسحقوا دعم باش يكمل لنا المشروع تاعنا. هما عطاو لنا قال لك ما فيهاش مشكله المشروع. بديتوا المشروع تاعكم كم من شخص كان بدايه المشروع؟ وين راكم واصلين الان؟ كم من عدد في الاول المشروع. نهار بدينا كنا يفو دير كسي الجون دو ترافاي اللي نبداوه اون فامي. كان كيما الزوج تاعي هو مختص في المجال. في المجال. نعم. دونك
كيما يعني ما كناش وحدنا ندير نعم. ماشي حاجه اللي نديرها وحدي، حاجه اللي تجي مع سي ان غروب بوغ فيغ سا. دونك كانوا عندنا ثاني ناس يخدموا معانا، خدمت معاهم باسكو قريت ديجا افون، ما جيتش نقري جوست هكذا، قريت ديجا من قبل في التكوين المهني تو. ومن بعد الجماعه اللي كنا فيها قلنا الى تبعوني انا نحل المشروع، هما تبعوني وعاونوني فيه. نعم. دونك ما نجيش وحدي نقول انا درتها، ما كاش منها. دونك اون دابور ايتي ان جروب، عاونتنا العائله، عطاتنا باسكو لازم لك مكان كبير، احنا ماشي حنا. هذا الدعم، هذا الدعم هو اللي يوصل اننا نكونوا ناس ناجحين، واننا ننشطوا في مجال في الحقيقه يعني نطبقوا الشيء اللي قريناه، والحلم كما قلت اللي كان هو صار الان واقع. نتمنى لك كل التوفيق سيدتي. وصور فعلا جميله جدا، صور فوتوغرافيه متخذه. شكرا لك سيدي على الحضور، كان هذا المباشر طبعا لنهار اليوم. نضرب لكم موعد يوم الغد بحول الله، والشباب كما رأيتم تسابقوا وفي سباق التميز أبداً.